بالنسبة للصعوبات اللي كيواجهها الشخص في وضعية إعاقة داخل أو أثناء ولوجه للإدارة العمومية، هي في الحقيقة لا حصر لها. من بينها الولوجيات، يعني البعض، يعني البعض المرافق، قلة كيف نقولوا، عدم يرى في الحقيقة عدم كي كنقولوا لاكسيسيبل، إمكانية الولوج لبعض الخدمات الالكترونيه اللي في الحقيقه في الاونه الاخيره ولا يعني حتى مستقبلا ولينا ولات كتلعب واحد الدور كبير في التيسير والتسهيل يعني الاشخاص في وضعيه اعاقه. الحقيقه هو كاين حتى بعض يعني حتى التواصل مع يعني مع 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 مع, مع, مع المسؤولين على يعني على على ذاك المرافق اللي كان قد نولجوا لها. هي في الحقيقة صعوبات كثيرة، وحنا ك ك كحلا ولينا كنحاولوا اننا نتعايشوا مع هذه الصعوبات ونلقاو لها حلول، رغم ان مثلا ذاك الادارات ما لقاتش حلول. حنا بعض المرات حنا كنحاولوا نلقاو حلول باش نولجوا لهذه الاداره باش نقضيو ذاك الغرض اللي بغينا نرتفقوا عليه.